أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 18 يناير للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم: طيران الجيش يقصف مطار الشهيد صبيرة بالجنينة، وجولة السودان تلتقي أحد المواطنين. الطيران تضرب شرق الجنينة تحديدا في المنطقة بتاعت مطار الشهيد صبيرة، ألقى براميل متفجرة حوالي 3 براميل. وفي جولتنا أيضا: تفشي أمراض سوء التغذية وسط الأطفال وكبار السن في معسكر أردمي للاجئين السودانيين بشرق تشات. إحنا قاعدين إنه نفقد كل أطفال المعسكر بسوء التغذية، بس إحنا بنناشد الجهات ونناشد ناس القلوب الرحيمة والمنظمات، وإنه تنظر بعين الرأفة للأطفال دير ولكل اللاجئين هنا. وفي جولتنا أيضا: فشل جهود منع الصراع بين الجيش والدعم السريع في بابنوسة، وجولة السودان تلتقي أحد المواطنين في مدينة بابنوسة. أول حاجة فراغ المدينة من معظم سكانها والإرهاصات والاحتمالات القوية جدا بأنه الدعم السريع حيهجم على الفرقة 22، إصرار الجيش على التمسك وعلى الاستماتة في الفرقة، وفشل كل المحاولات التي كانت بتسعى لتجليل مدينة بابنوسة لاشتباكات أو مواجهات بين القوتين. وتزايد أعداد النازحين في بور سودان وسط ظروف إنسانية سيئة، وجولة السودان تلتقي جامع إدريس محمود مدير معهد النور ورئيس مبادرة دعم النازحين بمدينة بور سودان. بذلنا كل قطار الجهد ولازلنا نسعى، ولكن هم يعني إنسان يعني ما دام مرض خرج من بيته وداره وحاجاته كلها، ما في إنسان يستطيع أن هو يلبي له حاجاته التامة، ولكن الحمد لله رب العالمين هنا جولنا لأكثر من 10 مركز. وفي جولتنا أيضا: مخاوف من تدمير المواقع الأثرية والمتاحف جراء الحرب، وجولة السودان تلتقي دكتور حباب إدريس. عمل مكتب إفرادي لتقييم الأوضاع بحالة عالمية في إنه كيفية تحمي التراث في حالة الطوارئ والنزاعات. ونختم جولة السودان اليوم بفقرة الترند والتحقق مع الزميل إبراهيم حمودة. في فقرة الترند والتحقق، الترند نبدأ برسالة من ود مدني. كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من حاضرة غرب دارفور مدينة الجنينة، والتي شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة غارة جوية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور، وهي الغارة الأولى للطيران على المدينة منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. جولة السودان التقت أحد المواطنين للمزيد حول الغارة التي شناها الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة السودانية على مدينة الجنينة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وما هي المواقع التي تم استهدافها بالتحديد. الطيران تضرب شرق الجنينة تحديدا في المنطقة بتاعت مطار الشهيد صبيرة، ألقى براميل متفجرة حوالي 3 براميل، لكن المدنيين بخير، لم يصاب أي أحد بأذى، الناس كلهم بخير، لكن في حالة بتاعت رعب وحلع وسط المواطنين وتخوفات من قارات جوية تانية وكذا، ده الشيء المسيطر على الناس. اتضح انه ضرب المدرج بتاع مطار الشهيد صبيرة، وتخليه حصل تخريب برضو في الصالة، فالواضح انه الهدف هو تدمير المطار بحيث انه ما يتم استخدامه لأي أغراض أخرى.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى شرق تشاد حيث انتشرت أمراض سوء التغذية وسط الأطفال وكبار السن بمعسكر أردمي بشرق تشاد، مما أدى إلى تسجيل عدد من الوفيات وسط الأطفال، وناشد عدد من اللاجئين المنظمات بالتدخل بتوفير الغذاء والدواء لكبار السن والأطفال. جولة السودان التقت إحدى اللاجئات بمعسكر أردمي لمعرفة المزيد حول ظهور حالات سوء التغذية وسط الأطفال وكبار السن. في المعسكر هنا في حالات سوء تغذية حاد بالذات يعني عند الأطفال والمسنين، وأكثر شيء في الأطفال، وطبعا ده يرجع إنه شنو، إنه ما في طعام وما في لبن وما في، يعني الأطفال بيحتاجوا لتغذية عالية جدا، ما زي الناس نحن بنتحمل وكده، لكن الأطفال ما بيتحملوا وتعرضوا هسه في الفترة الأخيرة دي. يعني سوء التغذية ده انتشر بطريقة مبالغ فيه. أول حاجة عند الأطفال هسه في خلال الأسبوع ده أمس النهار حالة الوفاة الخامسة في معسكر يرجمي هنا، ونحن ما عارفين نتغلب على سوء التغذية ده كيف. وأي طفل وأي يعني صغير ماشي برجله كده عرضة لسوء التغذية، لأنه ما في قروش وما في ما في غذاء وما في، يعني حتى المنظمات دي ما مهتمية باللاجئين، ما بتقدم لنا الوجبات وما بتقدم لنا الإغاثة خالص، والناس دي كلها معرضة، مش الأطفال والمسنين، حتى نحن يعني حتى الناس يعني أوزانها قلت، وأي زول بحس إنه عنده دوار كده وغايته الحمد لله، لكن يعني انتشر بطريقة مبالغ فيها وسط الأطفال والمسنين. المسنين بيتحملوا لكن الأطفال ما بيتحملوا، والوفيات كثرة. إحنا خايفين إنه نفقد كل أطفال المعسكر بسوء التغذية، بس إحنا بنناشد الجهات ونناشد ناس القلوب الرحيمة والمنظمات، وإنه تنظر بعين الرأفة للأطفال دير ولكل اللاجئين هنا. نعم، طيب المنظمات الموجودة في المعسكر ده ما يتدخلوا، ما يتكلمتوا معهم، ما قدروا يحلوا المشكلة؟ المنظمات اللي كانت شغالة هنا في المعسكر بنهاية العام دي، المنظمات خلاص بنهاية العام السابق يعني شهر 12 قالوا عقوداتها انتهت، وجاية منظمات جديدة، والمنظمات دي قالوا بتجي في شهر واحد، لحد هسه احنا ما شايفين منظمة جات، لكن احنا شايفين يوميا الطيران بتاع الويرلد فود بروجرام WFV يوميا جاية ماشية فينا وماشية على الهربة وجاية، احنا ما عارفين الطيارة دي هي جاية بشي. لكن المنظمات في الشهر الفات يعني شهر 12 قاموا وزعوا للناس قروش بدل الإغاثة قروش، وقصاد كل فرد 11 ما يعادل 11 ألف سوداني، وهو بالعملة التشادية 1000 فرنك و400 ريال، دي العملة التشادية قصاد كل فرد. أدوا المعسكر كله يعني شهرين 2800 لكل فرد، يعني كل فرد بك عليه 22 ألف وحاجة بالسوداني، وبالتشادي ياهو 2800 فرنك و800 ريال لطفل ما بتقعده أسبوع واحد، يعني الناس بتشرب وبتاكل والموية بقروش. المنظمة بتجيب في المعسكر كل بلد بتجيب له الموية بعد 8 يوم، يعني مثلا نحن في البلد كان الموية بتجي يوم الجمعة، الجمعة الجاية ثاني الموية بتجي، ونحن طبعا يعني اللاجئ بيكون عنده جريكانتين ثلاثة كده، ما عنده أكثر من كده، يلا الموية دي ما بتقعد فترة طويلة. نحن جت يعني بنعاني من كل ناحية في المعسكر، واليومين دي بالذات الشتاء، وهنا الشتاء حقهم بهوى شديد، عارف الله تتخيل والله كنت في الإسكيمو، نحن متوانا متوقع إنه نحن في الإسكيمو مش في تشاد، لأنه حتتنا دي حتة خلوية بعيدة كده وفيها جبال، ويعني ما في تاني مباني، ما في عمران هنا، إحنا قاعدين في الخلا، البرد يقطع قلبنا والمشمعات باردة جدا، بس الحمد لله. أهلا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان، والتي نزح معظم سكانها من المدينة بعد فشل جهود للتوسط بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالتزام قوات الدعم السريع عدم الهجوم على الفرقة 22 بابانوسا. جولة السودان التقت أحد المواطنين في مدينة بابانوسا بعد فشل كل الجهود من الإدارة الأهلية، كيف يبدو الوضع الآن؟ طيب الرائد هي الحالة بتاعت أول حاجة فراغ المدينة من
معظم سكانها والإرهاصات والاحتمالات القوية جدا بأنه الدعم السريع حيهجم على الفرقة 22. إصرار الجيش على التمسك وعلى الاستماتة في الفرقة وفشل كل المحاولات التي كانت بتسعى لتجليد مدينة بابلوسة لاشتباكات أو مواجهات بين القوتين، ويرجع أهمية بتاعت المفاوضات لأنه الفرقة 22 موجودة في وسط مدينة بابلوسة، وبالتالي أي هجوم على هذه الفرقة متوقع أنه مدينة بابلوسة حتتأثر بصورة كبيرة جدا، وحيطال الناس يعني خسائر في الممتلكات في البيوت، خصوصا أنه البيوت بسيطة، يعني ما تلك البيوت التي يمكن أن تصمت أمام حزات انفجارات القذائف اللي حسي حاليا نحن شايفينها، المدافع الموجهة على الأحياء السكنية وتحسبات الجيش والألغام التي زرعت، كل هذا جعلت من الناس إنها تخلى مدينة بابلوسة إلى القرى المجاورة وإلى المدن المجاورة، يعني وملأوا المدارس وملأوا البيوت اللي ممكن يتصدق الناس بها في هذه القرى، وقاعدين فايتوا في حالة مزرية جدا جدا. في ما في زول في بابلوسة أصلا إلا النظر القليل من السكان. الجيش بيحاول يتمسك بالفرقة، يعني هم بيقولوا إنه الفرقة 22 هي الفرقة التي يعني تقع في ولاية متاخمة لحدود جنوب السودان، وهنالك قضية أبيي، ورغم إنه أبيي فيها قوات دولية، يعني قوات اليونسفا موجودة، يعني لا تستطيع قوات دفاع السودان في جنوب السودان إنها تعتدي على الناس من هنا، ولكن يقولون أن هذه المنطقة منطقة حساسة و نحن لا نستطيع أن نتركها وكذا. ولكن آخر الأخبار شنو من بابلوسة؟ الأوضاع كيف؟ وهل من عودة قريبة للمواطنين؟ هل تهدأ الأوضاع؟ الجهود الماشية، هل الجهود الأهلية هل حتنجح؟ وهل المواطنين يعودوا؟ كان المواطنين معلقين آمال عريضة جدا على الجهود المبذولة من قبل الإدارة الأهلية ومن قبل الأعيان ومن قبل اللجنة. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ومن مدينة بابلوسة بولاية غرب كردفان ننتقل إلى حاضرة ولاية البحر الأحمر مدينة بورسودان، والتي استقبلت أعداد كبيرة من النازحين عقب الأحداث التي شهدتها ولاية الجزيرة. قامت عدد من المبادرات المجتمعية بفتح عدد من المراكز لإيواء النازحين. جولة السودان التقت جمع إدريس محمود مدير معهد النور ورئيس مبادرة دعم النازحين ببورسودان لمعرفة الأوضاع العامة للنازحين عقب الأحداث التي شهدتها مدينة غطمدني. مرحبا بك. النازحين الجدد نحن على قدر ما استطعنا بذلنا كل قصار الجهد ولازلنا نسعى، ولكن هم يعني إنسان يعني ما دام مرة خرج من بيته وداره وحاجاته كلها ما في إنسان يستطيع أن هو يلبي له حاجاته التامة، ولكن الحمد لله رب العالمين هنا جولنا لأكثر من 10 مركز المراكز أو القمنا فيها الحمد لله رب العالمين. مشينا مركز هنا في ديوم الجنوبية مركز كوريا، فيه أكثر من 30 أسرة، الأسرة النازحين فيه فردية، العدد الفردية ما يقارب فيه يعني 85 أسرة، دي القدام دي الناس كان جايين من الخرطوم. فنحن قمنا سجلنا لهم زيارة وقمنا الحمد لله رب العالمين في وجبة بتغلي ذبحنا خروف ومشينا عملنا لهم حاجة يعني ما لا تذكر، ولكن الحمد لله على قدر ما نجبر خاطرهم قلنا وكده وكلام زي ده. اثنين قمنا زيارة لمركز اللواء، برضو ناس قدام في النازين في ديم النور مربع 2 مربع 1 في مدرسة النتاغين، برضو ناس وخرطوم جايين من خرطوم بدري. قمنا اليوم بكسوة ملابس ودفايات وكده وكلام زي ده. الجولة الثالثة قمنا بزيارة لمركز أبناء دار أبناء الشمال هنا في برضو في قطاع الشرقي، هنا في دي جوار مستشفى الموانئ، برضو الحمد لله رب على قدر مكاننا إن اليوم كسي حاجة يعني لا تذكر، ولكن على قدر الاستطاعة مبادرات من عبر المحل. قمنا بمبادرة عظيمة جدا جدا ومغدرة في ديل الناس الجدد، الناس النازحين جانب الجزيرة وهم نازلين في مدرسة عبد الله العبيد. في مدرسة عبد الله العبيد ما يغاصف 50 أسرة، وبعدد الفردي العدد الفردي ما يعادل 260، فهم ما ثابتين، يعني تلقى الليلة المدرسة فيها 50 أسرة، بكرة تلقى فيها 40، بكرة اتملت ترقى 60 وكده وكلام، العادات غير مستقرة لأن لازال النزح موجود يعني من الجزيرة. قمنا يعني نفذنا اليوم مشروع فرشات للنازحين ل 50 أسرة. أيضا نحن الآن أنا أتحدث معاك في سوق موجود في سوق الشعبي ما تقدر
السوق الشعبي نازحين جدوا جو يوم الخميس خميس الفاتت يوم الجمعة الفاتت وجو يوم الخميس نازحين في مدرسة مصعب بن عمير. مدرسة مصعب بن عمير ما يعادل فيها 31 أسرة ومدرسة جمعابي برضو جوارة فيها ما يعادل 19 أسرة. العدد الكلي في مدرسة الجمعابي 19 أسرة. العدد الكلي في مدرسة مصعب بن عمير ما يعادل 31 أسرة. بالماينس كده أول عدد الأفراد عدد هائل جدا جدا. أو يعني حتى لو بقول لك يعني 31 تلقى أشياء تتوقع منها تملت. أنه زي ما قلت لك أو زي ما أسلفت لك المزح يعني لا زال موجود. يعني لو مشيت السوق الشعبي أو لو مشيت تلقى النادي كويس يصير ما جاي 24 ساعة. دي بالنسبة للنازحين. يعني نحن يوم غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم غدا أنا أتكلم معك عايزين نشتري فرشات إن شاء الله دايرين نوديها للنازحين في معادي. أبرز احتياجاتهم الناس دي في الآن هم في حاجة لفرشات ودفايات. فرشات ودفايات أن ناس الحي ما مقصرين نهائي. ناس المساكين من حد الأكل وشرب وكذا برضو ما ناس ما مقصرين معهم. مبادرات مجتمعية فقط يعني مبادرات مجتمعية ما مقصرين معهم في الوجبات في ثلاثة الوجبات في الفطور غدا عشاء ما مقصرين معهم. الآن هم حاجتهم يعني هم شنو دفايات وفرشات يعني يلتحفون أرضا في مدارس المدرستين ذكرت ليه مدرسة مصعب ابن عمير ومدرسة الجمعابي حتى تعلموا كلام الناس دين أن يفترشوا أرضا يعني ما عندهم ولا فرشة واحد إلا عبر السكان الحي. والله العلاج كويس العلاج الناس ما مقصرة معهم الناس العلاج ما عندهم مشكلة بس مشكلتهم الآن يعني في الفرشات في العناية لكن ناحية العلاج نحن ما أقدر أديك تفاصيل كاملة لأن ده ما مجال بتاع الصحة لكن نحن كإدارة محل النور وتحفيز القرآن الكريم ودراسات محاول أمية يعني مهمتنا أنه نحن برمج الدفايات برمج الفرشات برمج الأكل والشرب وكده وكلام ذي. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي شأن آخر وبعد ظهور أفراد من قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الأثرية بولاية نهر النيل هذا الظهور أثار مخاوف وسط عدد كبير من السودانيين بتدمير المواقع الأثرية في السودان. جولة السودان التقت دكتورة حباب إدريس مدير الآثار والمتاحف لمعرفة المزيد حول ما هي الجهود التي بذلتها هيئة الآثار والمتاحف لحماية المواقع الأثرية في السودان في ظل الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع. مواقع النزع المصورات من المواقع المهمة جدا بترجع لفترة القرن الرابع الميلادي الفترة المروية فيها كمية من المعابد من المراكز الدينية المهمة جدا بتشتغل فيهم بتشتغل في مواقع النزع البحث البولندية منذ بداية التسعينية وتم الكشف عن الكثير يعني الأضافين كثير عن التاريخ في تاريخ السودان. هي مواقع مميزة جدا كان الغرض منها إنه السيطرة على الطريق الطرق التجارية البعيدة شوية عن الفترة المروية. طيب الآن ما هي الخطوات أنتم في الهيئة العامة للآثار والمتاحف ما هي الخطوات اللي ممكن تتخذوها أو اللي اتخذتوها عشان تجنبوا هذه المنطقة الحرب؟ نعم طبعا الحاجة اللي كانت مطمنة الناس بالرغم إنه في الفترة بداية الحرب في كثير من المواقع التاريخية نقول إنها هي تعرضت للتدمير خاصة في المنطقة ساعات الصراعات الأولى في الخرطوم يعني في كثير منا ما بنعلم الحصل فيها شنو. المواقع الأثرية في ولاية نهر النيل والشمالية هي مواقع بعيدة عن مناطق النزاع على حسب كان الشيء الموضوع لها إنها هي مواقع بعيدة فيها حراسة بتاع شرطة السياحة وفيها قفرة عادية لكن طبعا في حالة إنه انتقال القرى للمواقع دي في حاجة طبعا مؤشر خطير جدا يخلي الناس تتخوف كثير من إنه تنتقل إلى المواقع دي خاصة إنها هي ممكن تكون مواقع صحراوية فممكن تتخذ فيه كسافر بعيدا عن المواقع اللي فيها الأهالي يعني لكن برضو الخطورة كبيرة جدا لأنه دي إذا فقدناها طبعا التراث ثاني يعني لا يمكن أن نسترجع. هل قمت بأي خطوات عملية لمخاطبة جهات دولية أو عملت شنو لحماية هذه المواقع تحديدا؟ منذ بداية الحرب في مكتب طوارئ
تم إنشاء مكتب استرادي في جمهورية مصر العربية، تم إنشاء هناك لأنه كان مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف رحمة الله عليه عمل مكتب استرادي لتقييم الأوضاع وكيف أو كيفية يعني إنه الناس تقدر تكون في مكان سيف ويقدر يخاطبوا يعمل ورش عمل في اللي هي دي ضرورة بتقتضيها حالة الطوارئ بحالة عالمية في إنه كيفية تحمي التراث في حالة الطوارئ والنزاعات. ونختم جولة السودان اليوم بفقرة الترند والتحقق مع الزميل إبراهيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في فقرة الترند والتحقق. الترند نبدأ برسالة من ود مدني في مقطع فيديو ومدته دقيقة 41 ثانية بينقل شهادة ناسحة من مدينة ود مدني في يناير 2024. بتول اللي بتظهر في الفيديو بتعبر عن حبها للسودان وإنها كانت متمسكة بالبقاء في السودان بالرغم من إنه حياتها لم تكن سوى فرص ضايعة، يعني حياتها كلها قضتها في السودان ما يعني أي فرصة ضاعت عليها ومستقبلها كله ضاع. الحرب وتداعيات الكارثية أجبرت بتول إنه تغير مواقفها وأصبحت حاليا راغبة في إنها تطلع من البلد بأي طريقة حتى يتعلم أبنائها ويعيشوا حياة أفضل من الحياة اللي عاشتها هي. المقطع مسجل لحساب منظمة الهجرة الدولية في السودان على منصة إكس اللي هي تويتر سابقا، وتم توزيعه عبر حساب صاحب الحساب اسمه أفريكان ستريم في منصة تويتر أو منصة إكس حاليا، ومعه النص المكتوب التالي: يمكنك سماع اليأس في صوت بتول واحدة من ملايين النازحين السودانيين مع احتدام الحرب الأهلية في الدولة الواقعة في منطقة الساحل، ومع ذلك تقول الأم إنها لا تزال تحب السودان وتأمل أن يكون لأطفالها مستقبل أفضل من الواقع الذي استسلمت له ولا استسلم له جيلها. وبرزت منطقة ود مدني حيث تتواجد بتول حاليا كمركز إنساني بالغ الأهمية في أبريل نيسان عندما اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وهي تستضيف يعني ود مدني تستضيف مئات الآلاف من النازحين داخليا الفارين من الصراع في العاصمة الخرطوم. والآن في شهرها التاسع تركت الحرب نصف سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدات، ووفقا للأمم المتحدة فر أكثر من 7.3 مليون شخص من منازلهم. لقد تجاوز السودان مؤخرا جمهورية الكونغو الديمقراطية. الجزء الثاني من الترند: الفن من أجل السودان. يستعد مجموعة من الفنانين لإطلاق حملة فنية على شبكات التواصل الاجتماعي لرفع الوعي بشأن الأوضاع في السودان وجمع الأموال لدعم الاحتياجات الإنسانية في ظل الحرب الهمجية اللي جعلت نصف سكان السودان في حاجة للمساعدات الإنسانية. منظمين الحفل حددوا تاريخ 15 يناير كآخر موعد لانضمام الفنانين للحملة، وتاريخ 15 فبراير القادم لإطلاق الحملة بصورة رسمية. نجي للمواد الخاصة بالتحقق، عندنا مادتين. الأولى: سيطرة الجيش على مقرات الدعم السريع في كادولي، الدولة المواقع المناصرة للقوات المسلحة. مقطع بتاع فيديو مدته دقيقتين وخمسين ثانية بيصور مراسم استقبال ضابط رفيع من الجيش السوداني في مقر قيادة قوات الدعم السريع قطاع كردفان في كادولي. والمقطع بتاع الفيديو نشر بالتزامن مع الأحداث الأخيرة في الدلين عشان يدي الانطباع بأنه قوات الدعم السريع طردت نهائيا من جنوب كردفان، وخصوصا المدن الكبرى في جنوب كردفان اللي هي حاضرة الولاية كادوغلي والدلين. والفيديو بيستعرض غنائم تم الاستيلاء عليها في هذا المقر، وبخاطب الضابط الرفيع جنوده. فريق دبنجا للتحقق عمل على مراجعة الفيديو ووصل لنتيجة إنه الفيديو ده قديم وتم نشره للمرة الأولى على منصة اليوتيوب في يوم 16 أبريل 2023، يعني بعد أقل من 24 ساعة من اندلاع الحرب. الضابط الرفيع الظهر في مقطع الفيديو هو قائد الفرقة 14 كادوغلي في الوقت ذاك. كما اتضح لفريق التحقق بتاع دبنجا عدم تواجد أي قوات للدعم السريع في مدينة كادوغلي منذ اندلاع الحرب. إذن رغم أنه مقطع الفيديو صح ولم يعني يتم التدخل فيه فنيا باستخدام الوسائل التقنية، لكن إعادة نشره بعد 10 شهور من يعني بثه للمرة الأولى هو بيستهدف تضليل المشاهدين حول حقيقة الموقف الحالي في مدينة كادوغلي.
الجزء الثاني من التحقق، قوات الدعم السريع تحاصر بابانوزا. برضو تداولت المواقع المؤيدة لقوات الدعم السريع خلال الأيام الخمسة الفائتة مقطع فيديو مدته دقيقة و 58 ثانية باعتبار أنه دليل على أنه قوات الدعم السريع بتحاصر مدينة بابانوسا. ومدينة بابانوسا تجمعت فيها كل وحدات القوات المسلحة السودانية اللي انسحبت من مناطق القتال في دارفور وغرب كردفان. راجع فريق دبنجا للتحقق مقطع الفيديو وتوصل إلى نتيجة أنه نشروه للمرة الأولى عبر حساب في منصة تيليجرام بيتبع لقوات الدعم السريع. كما أنه خطاب الضابط الرفيع اللي بيتكلم في الفيديو عن مدينة بابانوسا مثل ما تحدث عن مدينة النهود والأبيض باعتبار أهداف قادمة لقوات الدعم السريع. قبل أن ننتقل لتوجيه الحديث لسكان البحر الأحمر وسكان مدينة شندي ودونغولا وعطبرة ومروي مطالب بطرد الكيزان لتفادي الحرب. أكثر من كده اتضح للفريق المحقق بتاع دبنجا أنه مقطع الفيديو تعرض للتعديل باستخدام برمجيات المونتاج لعبوا فيه مما يقلل من مصداقية الفيديو. لذلك نشر مقطع الفيديو هو جزء من الحرب النفسية بين طرفي الحرب بكل ما تتركه من آثار على المواطنين ومن بين فرار سكان مدينة بابانوسا قبل أكثر من أسبوعين خوف من الهجوم المرتقب المتوقع على المدينة. انتهت فقرة الترند والتحقق، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا. ننتقل للزميلة فاطمة. بفقرة الترند والتحقق نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى لقاء.